السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه غادي نوريكم يعني كيفاش تقدروا انكم تخلصوا لي فاكتور ديالكم ديال الماء والضوء ديال الشركه ديال ريدال، غالبا كاينه في الرباط وسلا والنواحي. كذلك اللي ما بغاش يخلص ممكن يشوف يعني غير شحال من فاكتوره عنده وابخي تيخلص على خاطره، يعني ممكن تشوف وتكمل يعني وتخلص، او ممكن غير تشوف وتخرج بحالك. يعني غادي نوريكم طريقه سهله واي واحد ممكن يخلص، وهذا الشيء ديجا شرحه عندي في القناه. يعني الا دخلتوا عندي القناه حكيم المصاري وجيتوا البلاي ليست غادي تجيو لهنايا، غادي تلقاو يعني بايمون اون لين، ديروا افيشي لا بلاي ليست كومبليت. غتلقاو هنايا باللي يعني شرحت بزاف ديال الامور كيفاش نقدروا نخلصوهم، يعني سواء بكارت كيشي سواء بالتطبيق سواء بالسيت ديال لا بنك ديالك سواء من الكيشي. يعني كاينين جميع الامور اللي ممكن تخلصها غير من الدار، يعني بالتطبيق ديال لا بنك ديالك او بلا كارت كيشي ديالك، بلا ما تمشي يعني تشد النوبه وهذاك الشيء. غادي نخليهم لكم كاينين هنايا كاملين. يعني وبالنسبه اللي بغى يعرف الطريقه كيفاش كنخلصوا بكارت كيشي هي هذه. بالنسبه لي شرحت لا كارت يعني بريما ديال لا بنك بوبولير نفس الطريقه بالنسبه للي بنك الاخرين. الفرق هو انه احنا عندنا في لا كارت بريما عندنا 19 رقم، نتوما عندكم 16 رقم. يعني تفرجوا في لا فيديو غادي تفهموا. وبالنسبه للفاتوره ديال الماء والكهرباء وهذا رشحتها بهذا الموقع هذا، يعني سميتو فاتوراتي.ما/فاتلايت، يعني خص يكون الموقع كله بحال هكا. وكاين هنا مجموعه ديال الامور ممكن تخلصهم، مجموعه ديال الشركات ها هما. الا ما لقيتيش الشركه ديالك يعني غادي تجي تشوف هنايا بحال دابا ريدال، غادي نوريكم كيفاش. بالنسبه للناس ديال امانديس راه عندكم الموقع ديالكم بوحدو اللي هو امانديس، هو هذا الموقع ديالكم، كتدخل وكتخلص لا فاكتور ديالك عادي. المهم باش ما نطولش على الناس ديال ريدال غادي نكيتي هذا الموقع، ماشي وقتو هذا. وغادي نجي نوريكم انا الطريقه اللي كندير بالنسبه لي انا عندي الشعبي. بيان سور اللي عنده الشعبي ولا عنده سي اش ولا عنده بي ام سي او ولا عنده يعني كيف ما بغاو يكون البنك، المهم يكون داك البنك يعني اكتيف وكيزيد اشاك فوا كيزيد هاد الخدمات. كنجيو للبيمون سوا في لابليكاسيون سوا في السيت بحال بحال، كتجي البيمون اي ترونسفير وكتجي يعني حنا بغينا نخلصوا الماء والضو، يعني غنجيو الاو الكتريسيتي. ولاحظوا معايا كاع الخدمات اللي ممكن نخلصها من التطبيق ديال الشعبي. كذلك السي اي اش فيها هاد الخدمات، البي ام سي او الشركه العامه، بي ام سي اي، يعني كاع تقريبا لي بنك كيزيدوا هاد الخدمات حيت ولات هاد القضيه يعني تنافسيه بيناتهم. دونك الا كليكيت هنا لاحظوا معايا، الا كليكيت هنا على لو سيت مارشون لاحظوا معايا كاينه ريدال، كاينه امانديس طونجي، امانديس تطوان، ليديك، راديما، رامسا، راديم، راديف، راك، يعني كل واحد غالبا غادي يلقى الشركه ديالو هنايا وغادي يخلص. لوينو اللي عنده لوينو، وكاينه رادال، وكاينه راديتا، يعني على حسب المدينه فين كاين والشركه اللي عندك. دونك بالنسبه لصحاب الريدال اللي كيخصهم دابا الفيديو كتختار الريدال بحال هكا، كتجينيش انا لتحت كتخلي هذه ما تتبدلهاش. اش كيطلب لك من هنا؟ كيطلب منك هنا سي اي ال، هاد سي ال غتمشي لا فاكتور ياك، هذه هي لا فاكتور، ها هو سي اي ال. غتلقى واحد الارقام وكاينه واحد الشريطه وكاينين شي ثلاثه الارقام اخرين، غادي تكتب داك الشيء كيف ما هو بما فيه ديك الشريطه، يعني غتكتب الرقومه ودير تيري بالسيس ودير يعني ثلاثه الرقومه الاخرين، يعني كتبوا كله وغادي يطلع لك ملي غادي دير يعني سويفون غيطلع لك لي فاكتور اللي خلصتي او دير لي فاكتور اللي مازال ما مخلصينش. ديك الساعه بغيتي تكمل خلاص كدير سويفون تخلص، ما بغيتيش كتكيتي بحال. دونك اللي بغيتي هذه اسهل طريقه وكنصح بها الجميع يبقى يخلص. ديما خلصوها من التطبيق في التليفون او لا من السيت ديالهم من البيسي بحال بحال، وزوينه وما تحتاجش يعني حتى شي حاجه اخرى، لا تكري كونت لا حتى شي حاجه. دونك هذه طريقه من الطرق اللي شرحت. وبالنسبه اللي بغى طريقه اخرى يعني يقدر يديرها اي واحد، غادي ندخلوا للموقع ديال ريدال. دونك ملي كتدخل للموقع ديال ريدال هو هذا ريدال.ما، ملي كتدخل ليه كاينه هنايا ريغلي فو فاكتور. وقبل ما نشوفوا ريغلي فو فاكتور غنوريكم غير يعني الحوايج اللي ممكن نخلصوهم، يعني الشركه ديال ريدال موفره لكم بزاف ديال الامور باش تخلصوا. ندوزو عليهم بسرعه، يعني سوا لي زاجونس ديالهم وهذا هو التوقيت ديالهم، وسوا فيا لو نت، ولا كنتي فيا لو نت غادي تخصك بيان سور كارت بونكير. هذه هي الطريقه اللي باغي نشرح لكم دابا حاليا، وديجا شرحتها وغادي نعاود نشرحها لكم. وبيان سور تكون يعني عندك وحده من هاد لي بونك، تكون عندك الشعبي
يعني البنك بوبولار باش تدخل من الشعبي نت، سي اش اونلاين بالنسبه للسي اش، تجاري نت بالنسبه للتجاري وفا بنك، بي ام سي ديريكت بالنسبه للبي ام سي بنك، بالنسبه كام اونلاين بالنسبه للقرض الفلاحي كريدي اغريكول دي ماروك، و الاخضر اونلاين بالنسبه للاخضر بنك، و اي كونيكت بالنسبه لامنيا بنك. دونك هادو هما حاليا لي بنك اللي دايره معاهم يعني رضال، شركة رضال دايره معاهم يعني شراكه. كذلك تقدروا تخلصوا من جوار موبيل، هاد القضيه هادي كنظن كاينه في لي زابليكاسيون، وي هادو هما لي زابليكاسيون اللي ممكن يعني تخلصوا بهم هاد الطريقه هادي. ما عمري درتها خليفمون اوتوماتيك، هادي كتعطيهم يعني كتيليشارج واحد الفورمولير وكتعطيه ليهم وهما كيقطعوا لك كل شهر من لا بنك ديالك. كان من الافضل يعني تخلص راسك ما ديرش معاهم هاد لونغاجمون. وكاين عن طريق ليغيشي اوتوماتيك، كتمشي لكيشي كتخشي لا كارت ديالك وكدير خدمات اخرى وكتختار يعني باغي تخلص يعني فاكتور د الماء والضو، وكتدخل داك السيل، ديما داك السيل اللي وريتكم هو اللي كتدخل وكيطلع لك لي فاكتور وكتخلص غير من الكيشي، من الكيشي ملي كنتيريو فلوس. وكاين لي سباس جوار اللي بيان سور كاين غير في الرباط وفي سالي وفي تمارا وفي بوزنيقه. هادشي فيما يخص يعني لي مويا. بالنسبه لك انت غادي تخلص بكارت كيشي غير من السيت ديالهم، اولا ما بغيتيش تخلص بغيتي غير تشوف يعني شحال من فاكتور عندك، غتجي لغيغلي فو فاكتور ويعطيوك هنا يعني واحد المعلومات غتعمرهم عادي. هنا دير السميه ديالك فهمتي، يعني ديرها كوريكت ولا ما ديرهاش كوريكت ما كيهمش، حيت اللي كيهم هو هذا النيميرو سيل، يعني خصو يتكتب. لاحظوا معايا هنايا ما بين تسعودات كاينه ديك تيريب 6، يعني خصو يتكتب صحيح مثلا بحال هكا ودير تيريب 6 ودير بحال هكا، يعني كيف ما مكتوب عندك هنايا، كيف ما مكتوب هنايا قدام هذا السيل كيف ما مكتوب غتهزو وتعاود تحطو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للسيل. والنيميرو د كليون فين غنلقاه؟ نيميرو د كليون هو هذا، ها هو نيميرو د كليون، غادي تهزو كيف ما هو يعني بالتيري ديالو، تهزو كيف ما هو وتحطو هنايا يعني بحال هاد الشكل هذا كيكون. المهم حنا غير كنوريكم انا من بعد غادي نعمر معلومات صح بحال هكا تيكون. والايميل هنايا الا كنتي غرضك غير تشوف يعني غير تشوف ما باغيش تخلص، تقدر دير اي حاجه مثلا تيست @ جيميل .com وغتعاود هنايا تيست @ جيميل .com صافي، وغادي تجي لهنايا غدير جيلو ايج اكسبت، وغادي دير اي ام نوت روبوت يعني باش تثبت انك ماشي روبو. طلعوا لك شي تصاور هنايا، قرا السؤال وعمرهم ودير سوميتر. انا حتى نعمر المعلومات صح عاد ندير سوميتر. بالنسبه لك الا كنتي غادي تخلص يعني داكشي حقيقي، فمن الاحسن دير الجيميل الحقيقي ديالك باش يصيفطوا لك يعني الروسي بانك خلصتي. دونك دابا انا غادي نعمر المعلومات الحقيقيه وغادي ندير سوميتر. دونك من بعد ما كدير سوميتر كيعطيك هنايا لي فاكتور اللي كاينين عندك، تقدر تكون وحده تقدر تكون جوج بيان سيغ، اللي ما مخلصينش تقدر تكون وحده جوج ثلاثه على حسب انت شحال مرقه ما خلصتيهاش. هنا بالنسبه لنا في هذه الحاله هذه فكاينه غير فاكتوره وحده، كنكوشيوها بحال هكا وكنديروا باي لي فاكتور. بالنسبه لك انت الا كنتي باغي غير تشوفهم صافي ساليتي، غادي تفيرمي لا فونيتر وتمشي بحالك انت عرفتيهم وعرفتي شحال كيتسالوك. بالنسبه لك الا كنتي باغي تخلص كمل معايا لا فيديو، كليكي على باي لي فاكتور. هنا غيديكم لواحد الموقع اللي ديجا شرحت لكم عندي، يعني سميتو يعني سي ام اي سونتر مانيتيك انتر بانكير، راني شرحته هنايا في هذا لا فيديو هذه، شرحته في هذا لا فيديو هذا يعني كيف تتم عمليه الشراء عبر الانترنت. اللي بغى يعني معلومات باش يفهم كيفاش كيتم داكشي، كيفاش انت كتخلص وفين كيمشيو فلوس وكيفاش كيتهزو وهذا، يعني اللي بغى ثقافه عامه يدخل لهذا الفيديو يفهم. دونك غادي يحولك لهذا الموقع هذا ديال سي ام اي لي هو سونتر مانيتيك انتر بانكير، وغادي يعطيك هذه المعلومات هادو. بالنسبه لهذه المعلومات هادو هنا غيعطيك الاسم ديالك والايميل يعني اللي دخلتي قبيلات. بالنسبه لي انا باغي غير نشوف ما غاديش نخلص. دونك الى هبطنا لتحت غادي نلقاو هنايا يعني النيميرو ديال الدوكيمون، غنلقاو النيميرو ديال الكليون وداك السيل اللي كاين الفوق وبيان سور لا دات، وغادي نلقاو هنايا المعلومات ديال البيمون. دونك هنا في المعلومات ديال البيمون غادي نعمرو هنا النون دو بورتور دو لا كارت، غادي تجيب لا كارت بونكير ديالك وغادي تكتب يعني السميه اللي مكتوبه في لا كارت بونكير، وتكتب هنايا الرقم يعني داك 16 رقم اللي كاينين في لاكارت بونكير غتلقاهم 16 4 4 4 4 بالنسبه لنا حنا في الشعبي عندنا 4 4 4 4، وكاينه واحد ثلاثه اخرى حتى هي كتكتبها.
الطريقه ديال التعمار راه وريتها لكم هنايا، ها هي اللي بغى يشوفها يعني اون ديتاي، هي هذه كيفاش نخلص بلاكارت بريما الشعبي، راه نفس الطريقه بالنسبه لكم. وكملوا معايا لا فيديو، ولا دات راه غتلقاها تما، يعني دات ديكسبيراسيون تعمر الشهر وتعمر يعني لاني فاش غتموت لك لاكارت. والكود دو فيريفيكاسيون راه تيكون في الظهر، الا قلبتي لاكارت كيشي غتلقى واحد السيفه ديال الارقام، غتاخذ ثلاثه الاخرين على اليمين غتاخذهم، هذوك الثلاثه هما اللي غادي تكتب هنايا، هما اللي غادي تكتب هنايا، وغادي دير جيلي ايجاكسبت، وغادي دير سوميتر. ملي غادي دير سوميتر هنا على حساب لا بنك ديالك، على حساب لا سيكوريتي ديال لا بنك ديالك. الا كانت كتفرض عليك اي اس ام اس، فهي غادي تصيفط لك ميساج للتليفون فيه واحد الكود غتكتبوه ودير اونفوي. الا كانت عندك الشعبي وكتخدم كود داشاد انترنيت، فغير خصك تفرج في هاد لا فيديو هذا، وغتزيد معاه هاد لا فيديو هذا، حيت حنا في الشعبي عندنا واحد لو كود داشا سور انترنيت كنجبدوه من لو سيت، هو اللي كنطابيو، يعني ما كيصيفطوناش كود في اس ام اس، وانما عندنا واحد لو كود كيكون عندنا كنعقلوا عليه اولا كندومونديوه من لو سيت وكنبقى نخلصوا به اشاك فوا. المهم تفرج في هاد لا فيديو وهاد لا فيديو باش تفهم اش كنقصد بالنسبه للشعبي. صافي، ملي كدير فاليدي كيدوز لك البيمون، وكتكون في هاد الحاله خلصتي يعني المسائل ديالك، وتيعطيوك واحد لامبريمي، واحد الروسي كدير ليه امبريمي وتحتفظ به بي دي اف اولا تخرجوا ورقه، وكذلك كيصيفطوا لك الروسي الايميل اللي كتبتي. هادشي اللي كاين بالنسبه للخلاص ديال الشركه ديال ريضال. وكذلك بالنسبه للناس اللي بغات تخلص غير من التليفون ديالها بلا ما تخدم في البيسي، فهما داروا لكم واحد التطبيق سميتو ريضال معايا، زوين نفس هاد الفورمولير اللي وريتكم هنايا في السيت كاين عندهم، كدير بيمون طنطن وكتخلص، نفس داكشي اللي شرحت لكم كاين في هذا التطبيق. او بلوس دو سا يعني كاين انك تكري معاهم كونط ولا اسباس كليون، وكتقدر تتابع يعني الاستهلاك ديالك، تشوف شحال استهلكتي، بزاف د المعلومات كاينين. المهم غنخلي لكم يعني الفرصه انكم تسجلوا فيه، بيان سور المعلومات اللي غتحتاجوا باش تسجلوا فيه هي سميتكم والرقم الهاتف ديالكم، وكذلك هذا السي اي ال ونيميرو د كليون يعني كاين في الورقه ديالكم. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو هادي، نتلاقاو في فيديوهات اخرين بالنسبه لهاد الامور ديال الخلاص اونلاين. السلام عليكم.